احتفاليتنا هذه لها ميزتان، ميزة الزمان والمكان، الحركة التصحيحية والمكان الروضة، بعد أن أضحت سوريا روضة للعالم، وشباب حمص اليوم يعطون هذه الروضة ألقا وربيعا جديدا، معاهدين شهداءنا أن يبقوا على نفس خطهم من أجل الفداء لهذا البلد. هذا المهرجان وهذا اللقاء وكل اللقاءات هي دليل على الانتصار، دليل على تعافي الوطن، لأن الوطن غالي والوطن عزيز والوطن شامخ والوطن صامد، هكذا تعلمنا في مدرسة القائد المؤسس حافظ الأسد. هذا الحفل أكدنا في كل مفردة من مفرداته تقديرنا الكامل لقواتنا المسلحة، وأيضا كان هناك تكريم لجرحى الشبيبيين الذين طالتهم التفجيرات الإرهابية في مختلف أحياء المدينة. اليوم عم يكرموني، اليوم كرموني لأنه أنا تصابت، هذا التكريم بشرف كثير كبير لإلي، ونحن جيل المستقبل، نحن مستمرين في مسيرة العلم. أنا تصابت ومستعد أتصاب كذا مرة يوم ما يعرى الوطن بالعالي ويضل ما يزور. عملنا معرض بضم العديد من اللوحات، منها بتحكي عن سوريا بلدنا وبالقلب بقلب كل مواطن سوري، وفي عدة لوحات بتحكي عن الحفاظ على البيئة وشو أهمية إنه عدم رمي المخلفات بالبيئة وعدم قطع الأشجار والغابات. كل رابطة قدمت ما بها، فمنهم قدموا أشياء تالفة أصبحت لوحات جميلة، ومنهم عبارات تعبر عن الواقع المعيشة، وبعضهم أشكال قماشية مثل الرابطة الجملة سوت شغلات جميلة.